فريق شباب الريف الحسيمة، ولو أن فريق اتحاد خميسات كان سباق إلى التسجيل وكان منتعش أيضا من خلال الفوز في المباراة المؤجلة على حساب فريق مريف فاسي بمدينة فاس، لأن لو استطاع أنه يفوز في هذه المباراة فالأكيد أنه غادي يكون شيء جيد بالنسبة لي على المستوى النفسي للاعبين. لكن فريق شباب الريف الحسيمي كنشوفوا الهدف الرائع ديال اللاعب الضيفي، ضربة خطأ مباشرة، كنتكلموا على الضربة الضيفي تاع خالد، فالأكيد أنها من الأسلحة الكبيرة ديال كرة القدم العصرية. أكيد أن اليوم شباب الريف الحسيمي قائم وسط الميدان ديال كل من الضيفي والمباركي كانوا في مستوى عالي.